بسيليا بسي بولا أو تسمى شجرة الأسماك أو خشب جامايكي أو تسمى شجرة سمكة فلوريدا. ومن اسمه يتبين أن موطن هذه الشجرة المتوسطة الحجم يوجد في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية فلوريدا، وأيضا جزر البهاما ودومينيكان جمهورية دومينيكان يعني أمريكا الوسطى، وأيضا أمريكا قارة أمريكا الجنوبية كالبرازيل وأرجنتين وتشيلي وفنزويلا وأيضا هندوراس ونيكاراغوا ومكسيك وبنما. فتكثر هذه الشجرة هذه النوعية الشجرة في هذه المناطق. فمن الناحية الطبية فهو مفيد جدا لمعالجة التشنجات والقلق، وأيضا مهدئ جيد يعني عند استعماله، خاصة عند استعمال اللحاء فقط. إذا اللحاء الشجرة مهمة جدا لمعالجة القلق والتشنجات ومهدئ، يعمل على شكل مهدئ في الجسم الإنسان. وهكذا بشكل مختصر مفيد شرحت لكم هذه الشجرة المتوسطة الحجم التي تسمى شجرة الأسماك أو شجرة سمك الفلوريدا أو خشب جامايكي. نعم، وشكرا لكم.